глаза. Особливо ось тут. Мороз розмалював. Ассаляму алейкум, аздікаана л-аізза. الآن خرجنا للجولة وأنا أتمشى إلى بيتنا الخاص إلى مزرعتنا بالرغم من البرودة والصقيعة والثلج. خطوة خطوة. Здравствуйте! Здравствуйте! Привет, привет, ахи, мархабан, ахи, Андрей, ахаза садикуху. Захарайте гни. ندفئ بيوتنا بالحطب. انظروا إلى يدي المتجمدة. في قريتنا بيوت خاصة وحولها فناء بالقرب من البيت مزرعة للخضروات وحظيرة للدجاج للبقر. راستيت راستيت ياكوي سجدوا. هذا صندوق البريد. حول كل بيت يوجد سياج. هنا مدخل ومرمى يعني بوابة. وهنا أيضا صندوق البريد بالقرب من كل بيت. وهنا كوخ قديم جدا. ما شاء الله هذا كوخ قديم. اشتريت هذا الحذاء المطاطي لكي لا يدخله الماء ولكي لا تتبلل قدماي يعني أقدامي. كذلك بالقرب من كل فناء البيت يوجد مقعد تجلس النساء العجائز على المقاعد وينظرون إلى المشاة وينقشونهم وينشرون الإشاعات وما إلى ذلك. مام شد ما شاء الله.
هنا أمي أخذت نبضة من السياج. الزراعة والله الطرقات زالقة جدا. هنا دراجة دراجة نارية. بالرغم من البرودة يركب الناس دراجات هوائية ويتمشون في الهواء الطلق. هنا مقعد وصندوق بريد وسياج ومرأب للسيارة أعتقد. وهناك بيت وحظيرة. وهنا نهر نهر متجمد. هذا نهر متجمد. بالقرب منه توجد هذه الشجيرات بالحبوب. شجيرة قليلة ما شاء الله. ليندا ترافقنا. الحمد لله وصلنا إلى بيتنا بالسلامة. أبي مريضة وأحضرنا له بعض الطعام والأدوية. ما شاء الله. أدعو لنا. هنا كوزما. الآن أصور بهاتف زوجي لأن هاتفي أغلق بسبب البرودة والصقيعة. أغلق هاتفي فجأة هكذا ولم أستطيع أن أصور لكم. لحظة. ها هو الثلج، ثلج جديد. هكذا نتحدث مع أبي عبر الزجاج، عبر زجاج الباب. هنا سردابنا بمالينكو. سردابنا تحت الأرض وذهبت أمي تنزل لتأخذ بعض الخضروات. نختزن بخضرواتنا في الشتاء في القبو في السرداب. يمكن أن تكون الخضروات طازجة وجيدة في السرداب طوال الشتاء. هنا فاسكو. فاسكو كس 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 قطنا. اوه لحظة. مام شو تدا؟ ماذا أخذت؟ شو زلا؟ помидорчик взяла. طماطم معلب. أها. وجزر. أها جيد. شماندر مام بوراك بري. خوزي شماندر. أو فلفل أيضا معلب. وشماندر.
لا أستطيع أن أنزل بسبب الألم في رجلي بعد الحمل وولادة الطفلة. لا أستطيع أن أنزل مع أمي للأسف الشديد. شو تمام شي؟ أوه كورونب. هناك خضروات ومعلبات كثيرة. الخضروات التي زرعتها أمي والمعلبات التي حضرتها أمي. تفاح جيد جيد. نعم فيزمي يا بلوشكا. لحظة. هنا أبي. أبي سلامتك. وهنا كوزما. أي كوزا. كوزما لا تقفز. لا ما شاء الله. أبي ينظر سلامته. كوزما زيف نافيد. помаленьку, мам, бібут, бібут. Кузьма, Акеля, мам, з'їв, Кузьма. Ось нарджу іля лбейт. Яні іля шіккатіна фі марказі лкар'я. Індана усра кабіра, ва юджад бейт хас, ва туджад шікка. انظروا الى هذا الجليد. لحظه هذا الجليد. اوه هنا تفاح تعفن. أمي تترك هنا مكان ليخرج قطنا إلى الشارع. الآن أمي سترمي هذا التفاح في مزرعتنا للخضروات. سيكون مثل أسمدة. كل الأشجار في الشتاء نائمة وعارية بدون الأوراق بدون الفواكه. هنا سياج بين بيتنا. أو السماء غائمة اليوم. ومزرعتنا هنا. مزرعتنا. هذا البيت هو بيت أخي الأكبر الذي يبني هذا البيت لأسرته. انظروا هنا على الشجرة أفعى ولكنها لعبة ليست حقيقية. هل تعرفون لماذا نفعل هكذا؟ لكي يخوف الطيور التي تأكل الفواكه. الكرز من شجرتنا تسرق الطيور. أوهو مام كسرت أمي هذه الأداة مشت بستاني ما شاء الله. لأنه تجمد لا يمكن أن نأخذها من الأرض. والله لا أشعر بيدي. يا سلام يعني يدي متجمدة جدا. لا أستطيع أن أحركها لذلك أنتهي من التصوير.
هذه شجرة الشوخ، أهدرته من غرب أوكرانيا. كانت الشجرة صغيرة جدا وقصيرة هكذا، وانظروا كم هي الآن، انظروا طويلة أصبحت. كولا انتظرنا مع جوستينا. وهذا أيضا بيت للقط، ولكن قطنا يعيش هنا في هذا البيت. هنا أدوات زراعية فعلنا وكأنه متحف. حان الوقت للمغادرة. الحمد لله وصلنا بالسلامة، والآن نأكل شوربة والأرز. شهية طيبة.